فضيلة الشيخ وفقكم الله، الصلوات الخمس هي الواجبة، فهل صلاة الجمعة وصلاة العيد واجبة؟ صلاة الجمعة فرض، هي بس واجبة، فرض على الأعيان، على كل مسلم، وهي فرض الوقت، هي فرض وقت الظهر، هي بديلة عن صلاة الظهر، هي فرض من الصلوات الخمس. وأما صلاة العيد فهي فرض كفاية عند الجمهور، فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وبقيت في حق الباقين سنة. صلاة العيد، صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.